الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأفاضل ومستمعين الكرام، ينطلق الشوط 17 المخصص للمفاريد البكار من مسافة 1500 متر. نبدأ وإياكم ونبحر مع الصدارة ومع الانطلاقة الأولى. المركز الأول بروق لجابر بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل، من يقدم بروق. والمركز الثاني الغدوم والوصول من قبل الشامخة لناصر بن محمد بن مسعود الحباب الهاجري. والمركز الثالث ووصول الغدوم من قبل شديدة لناصر بن محمد بن ناصر البريد المري. والمركز الرابع الله يا سلام، نرى هذا الدخول المفاجئ من قبل هيمنة لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور، من يقدم لنا هيمنة. والمركز الرابع يا سلام يا سلام، وصلت حبايب لعمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي، من يقدم لنا حبايب. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المكسور، يغير مجريات الأمور مع هيمنة لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. ولكن النعيمي يا سلام يا حبايب، عمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي، من يقدم لنا حبايب. وانطلاقة حبايب مع المركز الأول، المركز الثاني هيمنة المكسور تحاول مع المركز الثاني، والمركز الثالث الغدوم الوصول من قبل الشامخة لناصر بن محمد بن مسعود آل حباب الهادري. المركز الرابع الغدوم مشاهدين الكرام من سحابة لسعادة الشيخ سعود بن أحمد بن محمد بن ثاني الثاني. ولكن عودة إلى الصدارة، نعود إلى النعيمي المكسور والنعيمي في صراع ثنائي. هيمنة العنود، هيمنة 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 هيمنة، يا سلام يا هيمنة، هيمنة وحبايب، حبايب وهيمنة، اللحظات الأخيرة. ولكن هيمنة حبايب تعود مرة أخرى، حبايب وهيمنة، هيمنة وحبايب، اللحظات الأخيرة، حبايب. سلام. مشاهدين الأفاضل، دخول جماعي يفصلها لجنة الخط. مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، سنوافيكم مشاهدين الأفاضل في ما بعد. نعم مشاهدين الكرام، المركز الثالث الشامخة لناصر بن محمد بن مسعود الحباب الهاجري. المركز الرابع وصلت مشاهدين الأفاضل المستمعين الكرام سحابة لسعادة الشيخ سعود بن أحمد بن محمد بن ثاني الثاني. المركز الخامس عصرية لسعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان بن جاسم الثاني. مشاهدين الأفاضل، نعود وإياكم إلى ملخص الشوط وهذا الشوط والإثارة. نعم شهدنا حبايب وشهدنا هيمنة في هذا الشوط الملتهب والغوي. نعم هذا هو، لا تشاهدونها، تشاهدون الفوتي فينش. نعم المركز الأول هي هيمنة المكسور لفهيد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور. تهانينا وناموس، قاطعة المسافة في 2:18:87 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لك المنصور على هذا المكسور. نعم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت حبايب، قاطعة المسافة في 2:18:88 جزءا من الثانية. تهانينا لعمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي. المركز الثالث الوصول من الشامخة، قاطعة المسافة في 2:22. نعم هذه هي الشامخة، قاطعة المسافة في 2:22:58 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشامخة ناصر بن محمد بن مسعود الحباب الهاجري. وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.